رسالة إلى رمضان بعد السلام. باخد قرار المرة دي بجد مش كلام. عملت كل اللي أنا كنت عايزاه وشفت النتيجة، لقيتها سراب بينهار مع كل طلعة فجر، بلاقي انكسار وقلبي بيصرخ وينادي كفاية دمار. كل سنة بستناك لأني فيك بعيش، بنادي عليك كل يوم، يبقى نفسي أقول لك تعالى ما تنسانيش. أيوة أنا لسه في الدنيا بتنفس، بس من جوايا واحدة ماتت من سنين، أرجوك تعالى ما تسيبنيش. قال لي أنا جاي، بس كان ممكن مجيش، فما تطمعيش، خليكي فاكرة إحساسك وكلامك وما تتخدعيش. كان زمانك في القبر رقدة، بس رب العرش ما خذلكيش. خلاص خلاص أنا نويتها بجد وأخدت قراري، ما دمت ما لقيتش في الدنيا مرادي، يبقى في الجنة عايز أعيش. خلاص يا دنيا ما تلزمنيش، بيتي وولادي وفلوسي لا مسحوا دموعي ولا لموا شتاتي، لسه تايهة لسه بعاني، خلص لميت حاجاتي. حاجاتي هي فين حاجاتي؟ لما بيتي يبقى مفتاحه لوحدة تانية بعدي، يبقى مش بيتي، يبقى مش حاجاتي. لما عيالي يكبروا ويقرروا يعيشوا من غيري، يبقوا مش حاجاتي. عشتي في الدنيا سنين انكسار، كل يوم صدمة وعذاب ما بينتهيش. وادعي وأقول بأعلى صوتي فرجك يا رب، وبرغم تقصيري بيفتح لي طريقي، وأقول خلاص هرتاح، ألاقي الطريق بيضيق وفي آخره باب عايز مفتاح. سمعت صوت من على اليمين بيقول لي انت عايشة في دنيا ما بتديش، ولو خدت منها ما بتشبعيش، انسيها خالص مش هيبقى لها وجود، فما تتخدعيش. هي اصلا كده من زمان، ابوك وجدك يا ما شافوا منها الالام، بس انت كنت فاكرة ان فيها امان وان ممكن تلاقي فيها الحنان. اوعي تنسي، اوعي تنسي تاني، ولا انت طبعك النسيان. ارحلي منها وانت فيها، وخدي منها زادك وزوادك، وقولي حاضر لرب الارض والسماء، قولي حاضر، قولي حاضر، واسمعي منه الكلام قبل ما يفوت الاوان. وسكت الصوت، وشوية سمعت صوت من على الشمال بيقول لي لسه في حاجات ما شفتيهاش، والطريق طويل والحلو لسه ما جاش، استريحي شوية بقى وما تحبكيهاش. الحل عندي خدي مني حبة أغاني وأفلام، حبة خروجات ولا حتى مخدرات، حبة سهر، ده انتي لسه شباب. سيبك من اللي سمعتيه ده كلام، الدنيا فيها حاجات جميلة، ابسطي نفسك واسعديها، وبلاش تنكدي عليها، اللي جرحك اجرحيه وبفلوسك دوسي عليها. وسكت الصوت، ولقيت صوت جوايا بيصرخ انا عايز ارتاح، خدي قرارك، انا لا يهمني يمين وشمال، انا عايز اعيش. قلت حاضر ما تستعجلينيش، بعت رسالة لرمضان قال لي ما تصدقيش، قلت له أنا عايزة أعيش، قال لي حياتك لسه بعد موتك فما تستعجليش، قلت له أسمع كلام مين؟ قال لي شوفي قلبك بيقولك إيه؟ قلت له قلبي، قلبي مليان بالأحزان وصوته خلاص ما بقاش بيبان، قال لي هديه بالقرآن، قلت له بقرأ بس لسه قلقان، قالك رأيي أكتر واسمعي صوتك وما تسرحيش،
كل آية بأمورك فيها ربك ولا بينهاكي، معلش يتحمليها، أصله مش بس كلام، ده نور بيخرج من كتاب، ولو دخل في قلب ميت أحياه. ولما يجي وقت الصلاة ما تكسليش، وتحملي وجع جسمك علشان الروح تعيش، وأكل اليتامى وساعد الناس الغلابة علشان تعيش، ولما تتوجعي قولي هانت، الطريق نهايته بانت. واتفاجئت لما قال لي خلي الموت صديقك، ده الدنيا كلها كدبة والموت هو رفيقك. بعد الموت مفيش كدب، مفيش خداع، مفيش ظلم، مفيش أحزان. والله الذي خلق السماء، الموت راحة من دنيا العناء. بس خايفة من النار، يمكن ليا فيها دار. قال لي ما تخافيش، الجنة تزينت وطلبت المزيد، بس انت خدي القرار واصبري عالطريق. هو صحيح بيبان طويل، بس هو في الحقيقة قصير. كل خطوة بتمشيها رب العالمين بيمشيها. شفتي، انت مش لوحدك في الطريق، هو مش سايبك، هو رايدك، هو عارفك. قوليله الحقني، خدني جنبك، ما تسيبنيش، هضيع وما تتلفتيش.